وجهة ديال اليوم هي مدينة مراكش، المدينة الحمراء. غنمشيو لها دابا ان شاء الله. غتكسر غير الدري صاحبي حتى هو، وكاينين بزاف المفاجآت. شوف شحال من الحطة، من الحطة اللي غتكون شفتوهم في المينياتور وداك الشيء، كاينين بزاف المفاجآت. هاد الخوت كيما شفتو ليه بزاف الفيديوهات هاد الايامات مؤخرا، وكاين تفاعل ناقص بزاف بزاف، ويمكن حتى في هاد الفيديو يكون تفاعل ناقص. المهم المهم عندي هو انني نبقى ندير فيديوهات، نبقى نكمل معاكم كما بديت معاكم. غير لكتي مابوني دير الجرس وعاود ردو، ولا ماكش دير الجرس دير الجرس، ولا كنتي اول مره غتفرج فينا خد ابونا، وما تنساش تخلي واحد جيم كومونتير باش ترى الفيديو حتى هو يطلع في الريتش. انتما الخوت ها هو جاي، هو اونتوني جاي محطحط لينا صفيق ناضر. خويا صفيق شي كلمه بلاتي، وقف وقف يشوف الحطه، وقف وقف. انتما الخوت ها لا انتما خوتي، وصلنا دابا للكارد ودوزي وسي جوال ودوزي. قول لي واش كلمه ايمن انت عشي رقم ورا من الحافله حيت محلنا. انتما الخوت هاي الحافله. شوف انا في غادي الخوت حتى مراكش ان شاء الله. انا هدي ولا محنا زوج ورقات فابو. زوج ورقات قطع عليا قطع عليا. الله يكب هاي انا والفريده ديالي صافي. هو السي صافي دراري ود العوزي ما حطاش ولاد زيان في البلاصه اللي عطانا ود العوزي الخوت. انتما منا الشيفور نعس تفرق تحب راسك انت اللي صايب بحال احنا اللي صايب. انتما فين واصلين حنا دابا؟ سطاج سطاج تحيا لنا سطاج. وتزلنا وصلنا مدينة مراكش، نزلنا من لاكار دري هاي تلقاو لينا الخوت. هو شفيق انتما سناو الدراري. ها اخوان تحقنا دابا بالسيارة ديال ماو. هو ماو معنا هنايا دابا فين انتاش اوميو؟ لوريكا اوريكا معنا احمد لعاب الكبار شفيق عيسى الفاسي خوتي مومو كبير واحد بوش معاه راه مخشي ليه ما عرفتش حيت فيه شوم مومو كبير زولي يا بوش معاه بزوف. تحية الدراري تحيه عادي الاول مره غيبان معنا عادي احسن مول ليمون في العالم الله يحفظك لي يا اخي عادي مول الفاخر مول الفاخر تحيه لطوفو وغادي نلعبوا مباراه اخرى بوي وخوت ترانا واحد المشكل بقينا تابعين الجفاس الفيلا اللي غنمشيو ليها وصلنا لهاد البلاصه هادي وصلنا تخبقنا غادي نطلع تحت خرجنا في هاد الطلعه هادي الديره ان شاء الله ما. سيره مع سيره انتما خوتي نزلنا كامل باش الطوموبيل قدام رجع رجع دوز ليا التريو بريك ترى حنا ما قدرناش نطلع. الو ارجع ارجع قول لي في كاين الدا شافينا خوت الدا ها هو اللي درنا ها هو اللي درنا هذا المشكل هذا ها ترى تصور على راسو حالها صح ها هو اللي درنا هذا المشكل لا ما تطلعش تروح على اللوب الحجر اللهم سلم ولا ندام الله لا طلعت بالله راهي طلعت ما طلعش وحلنا وحلنا احنا وصلنا للفيلا يا سلام. شوف كاين بيسين غنتشرب خو بعدا فينا نعومو الخوت هما الدراري ورندو تحياتي لكم الخوش فيم كل الروب اللي بروب فيني هنا الدراري الله انتم نحب واحد زيد زيد هاني ليا هاني وهذاك بعد شي واحد اخوان معنا اكبر نعاس اسماعيل قصه القام اكبر نعاس توش لا زاير اليوم زاير فاحل لي انا فوفو تحيه الاصدقاء ديالو كاملين تبارك الله عليك اخويا سي سوي خويا بخير كلشي واجب انا باش نشوف باش ما نشتبش ما شاء الله ما شاء الله ما سير تقطعوها سير واو المهم انا دابا لقيت راسي بوحدي اللي لابس قميجه
الدراري كاملين كنا موصلنا باش يجيبوا قميجة وخو بينا. جا ديكور خايب سمحوا لي بزاف. فجأة هنشوف الدراري صبرنا على الجاي. كل عام وحنا بخير الدراري، كل عام وحنا بخير، كل عام وحنا بخير، كل عام وحنا بخير. خمس سنين الدراري اليوم اجي أسامة اجي حدايا عافاك قدمنا اليوم ان شاء الله شنو هو اليوم وين النسخه الخامسه اللي قصه القامه اليوم العالمي وينك تهضر لنا عليه قول لنا شي كلمه ان شاء الله وهذا ما كاش الا كتحسب الجمعيه المغربيه لقصه القامه اليوم العالمي لقصه القامه اللي كيتصادف مع كل سنه 25 اكتوبر وهذه هي النسخه الخامسه اللي كتحتفل بها الجمعيه المغربيه لقصه القامه يعني مرات واحد نصف عقد من الزمن ان الجمعيه هذه تاسست الجمعيه الاولى في تاريخ المغرب اللي كتدافع على حقوق ديال القصه القامه الجمعيه الاولى في تاريخ المغرب اللي عندها متطلبات قانونيه الجمعيه الاولى في المغرب اللي كيفتخروا بها كاع قصه القامه في المغرب ولا في الوطن العربي فان شاء الله الرحمن الرحيم حنا يعني على السرب يعني على الدرب سائرون وهذا المشعل هذا ما غاديش نطلقوه وغنبقاو ان شاء الله تيولي قوانين جديده باسم ديال القصه القامه في تاريخ المغرب باش نخليوها ان شاء الله الاجيال اللي جايه وان شاء الله الله يبارك اقسم بالله تفرح لواحد الدرجه ما يمكنش اليوم العالمي لقصة القامة عشت لكم واحد البلان ناضي شوفوا لي الاخوان تحية التوفيق تحية الاحلى خوت اليوم العالمي لقصة القامة احتفال هذا اليوم ايوه ودايما تحت الشعار تحتفل القصة القامة اليوم العالمي جميعا وبالتالي تحت شعار القصة القامة هو عود 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 والان خليكم مع تقطيع الحلوى ارى الميكرو من تحت لا لا ميو لا 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 ادرى جنت القامة عيد يلا ميو يلا علي يلا سير غلاي اسمع يلا الدراري الاحتفال اليوم العالمي قائمة تحت الشعار قصار القامة قوة شباب وما تنساوش واحد تسيبكم لوطير وما تنساو قامة إيه مرمية قصار القامة قوة شباب Thank you.
تقريبا دابا غنسالوه فلوق كيما شفتوا اليوم هو اليوم العالمي لقصة القامة دازت أجواء زوينة وحنا دابا في مراكش غنتعشاو إن شاء الله وغنسالوه فلوق هنا نمسح قدام الكومونتير وسلام جايين بزاف الفيديوهات ها هما الدراري الأساطير الدراري بانوا لي أنا فاسي أحمد العظمة كلشي هنايا